السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يجدد حرص السودان على التعاون الأممي لتعزيز برامج التنمية الاجتماعية. رئيس المجلس السيادي يعود إلى البلاد بعد زيارة إلى روسيا وأذربيجان. قوات شرق أفريقيا إيساف تختتم دورة تخطيط المهام بالخرطوم. أهلا بكم مشاهدينا. جدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حرص السودان على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيدا بدعم المنظمة الدولية لكل أنشطة وبرامج الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي أوضحت في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لأولويات الحكومة المدنية الانتقالية وعلى رأسها إيقاف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد، مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات، وأضافت أنها ستنقل كل المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية للمجتمع الدولي. وقالت أمينة محمد إن زيارتها للسودان ستستغرق يومين، تلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، مبينة أنها ستقوم بزيارة إلى دارفور للوقوف على مجمل الأوضاع هناك. شهد نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق احتفال مركز دراسات السلام بتخريج دورة تخطيط المهام المشتركة لمنسوبي قوات شرق أفريقيا إيساف التي انطلقت بالخرطوم منتصف الشهر. ولدى مخاطبة الاحتفال جدد التزام السوداني بالمساهمة في إنجاح كافة أنشطة الآلية خاصة في مجال التدريب، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والأدوار المتبادلة بين الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة والإقليم. يشار إلى أن الدورة ضمت ممثلين من دول شرق أفريقيا شملت كل من أثيوبيا، الصومال، كينيا، رواندا، بوروندي، يوغندا، سيشل، جزر القمر، ودارسين من السودان. أود في هذه الكلمة أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لكل من وقف خلف هذا العمل الكبير، وأيضا كما نعلن خلال هذه المناسبة عن جاهزية القوات المسلحة لاستقبال كافة فعاليات آلية شرق أفريقيا. وهذه المشاريع سواء كانت كورسات تدريبية أو تمارين مختلفة نحن على استعداد لاستقبالها في السودان. رحبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون بكافة أوجه التعاون العلمي والبحثي المثمر الذي يجمع السودان وتركيا، مشيدة بثنائية العلاقة المتميزة بين جامعات البلدين، مؤكدة على حرصها ودعمها في الفترة القادمة حتى تبلغ غاياتها المنشودة. جاء ذلك لدى لقائها السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الذي أشاد بروح التعاون العلمي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي، والذي جاءت نتائجه من خلال الملتقيات التي جمعت بين عدد من الجامعات السودانية وتركية، مؤكدا على حرص دولته تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة وحركة الأنشطة العلمية. ورحب في حديثه بمشروع الجامعات السودانية التركية العالمية المشتركة والتي تمثل نتاجا لتلك الجهود والاتفاقيات التي أبرمت. هذا وأمنت وزيرة التعليم العالي على دعم فرص التدريب والتأهيل في مجال الدراسات العليا الهندسية والتطبيقية وبرامج التدريب المهني والتقني والتكنولوجي وفرص البحوث المشتركة والاستفادة منها لصالح الدولتين. قامت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنريتا فور بزيارة إلى حاضرة جنوب كردفان مدينة كادوغلي، وكان في استقبالها رشاد عبد الحميد إسماعيل والي الولاية وأعضاء حكومة الولاية، وانعقد اجتماع مشترك بين حكومة الولاية ومنظمة يونيسف برئاسة الوالي في أمانة الحكومة. وقال الوالي إن الاجتماع ناقش مجمل القضايا المهمة المتمثلة في التعليم، الصحة، المياه، الإعاقة وحماية الأطفال، وأوضح أن يونيسف قطعت وعدا لدعم تلك القضايا في وقت تشهد فيه الولاية سلاما واستقرارا تاما، وأضاف أن الوقت قد حان لتقوم يونيسف بدورها الكامل تجاه المواطنين ودعم عملية السلام والاستقرار. ونحن حقيقة نعتقد أنه ده الوقت المناسب اللي يمكن منظمة اليونيسف أن تؤدي الدور الكبير والمهم في هذه المرحلة اللي هي مرحلة السلام الآتي بإذن الله تعالى، وهم وعدونا المديرة وعدتنا بخير انه
وسألتنا بعض الأسئلة المهمة جدا، إنه هنالك بعض المدارس فيها قوات نظامية، فيها قوات مسلحة، فنحن أكدنا لها إنه كل هذه المدارس خالية لظرف ما، صح كان في قوات مسلحة لكن الآن خالية تماما. من جهتها أكدت المديرة التنفيذية ليونيسف استمرار الشراكة الفاعلة مع حكومة جنوب كردفان ودعم قضايا الصحة والتعليم وغيرها من القضايا التي تؤرق إنسان الولاية، وعبرت عن شكرها للحكومة للشفافية في مسألة المدارس التي تم فتحها وعودة طلابها للدراسة بعد أن كانت مقرا للقوات المسلحة في السابق، معربة عن أملها في أن يتحقق السلام الشامل وتفتح أبواب المدارس التي تم إغلاقها بسبب الحرب. It is very important for the children and for the نشكركم شكر جزيل الأخ الوالي. حدثتونا أن هنالك مدرسة كانت مستخدمة بواسطة القوات المسلحة وتم فتح هذه المدرسة الآن على أساس الأطفال يتم استخدامها. أيضا أن هنالك عدد من المدارس أغلقت بسبب الحرب، نتمنى أن مع السلام القادم أن هذه المدارس يتم فتحها. انطلق صباح أمس مخيم طبي وجراحة العيون المجاني الذي ينظمه الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية جنوب كردفان بالتنسيق مع مستشفى مكة للعيون. وقال الفاضل كامل الدودو مدير الصندوق بجنوب كردفان إنهم حريصون في التأمين الصحي على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية، وتطرق إلى خطة التأمين الصحي خاصة فيما يلي توفير الدواء والكوادر الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق الإمدادات الطبية، إضافة إلى تفعيل برنامج الاختصاصي الزائر بغرض تسهيل الخدمة وتقليل التكلفة للمنضوين تحت مظلة التأمين الصحي. وفي إطار توفير الخدمات الغير متوفرة بالولاية والتخصصات النادرة وفي إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، فدرجنا لإقامة مخيمات علاجية لسد النقص في التخصصات النادرة. فالحمد لله كنا مستهدفين وحداتنا التنفيذية الأربعة، غطاء الخمسة هو غطاء العباسي وأبو جبيهة والدلني وكادوغلي. وفي إطار توفير الخدمات الغير متوفرة بالولاية والتخصصات النادرة وفي إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، فدرجنا لإقامة مخيمات علاجية لسد النقص في التخصصات النادرة. فالحمد لله كنا مستهدفين وحداتنا التنفيذية الأربعة، غطاء الخمسة هو غطاء العباسي وأبو جبيهة والدلني وكادوغلي وتلودي. النشرة المحلية تتواصل معكم من قناة الشروق، تتابعون فيها بعد الفاصل. مبادرة بالشمالية لترقية الوعي المجتمعي بالقضايا الوطنية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نعود لنواصل نشرتنا المحلية من قناة الشروق بعد هذا الفاصل. أطلقت المبادرة المجتمعية التنموية السودانية حزمة من المشروعات والبرامج التي من شأنها الدفع وترقية المجتمعات السودانية وبث الوعي والإحاطة بمآلات القضايا الوطنية. وقال عضو المبادرة عمر بشير الكنزي لدى تدشين أعمال المبادرة بالولايات الشمالية إنها تعنى بالمساهمة في تنمية المجتمع وإشراكه بالتفاعل المباشر في معالجة القضايا الملحة والحساسة التي تعنى بمستقبل البلاد ونهضتها واستقرارها. هذه المبادرة كمساهمة فعالة للمشاركة الإيجابية للمجتمع، وخاصة ونحن نشهد تحولات كبيرة تتطلب إنه الكل يمد يد العون والمساعدة والإسهام الفاعل والموجب. هذه المبادرة تشمل قضايا كبيرة، هذه القضايا تحتاج مننا كلنا التضافر وننتخب لها من المشاريع ومن المستهدفين ما يمكن ويعزز فرص النهوض والتنمية بالنسبة للإنسان. إلى ذلك دعا راعي المبادرة الشيخ الطيب برير لتسخير الجهود المجتمعية من أجل التعريف بمكونات الوطن، إلى جانب استغلال التنوع الموجود وتوجيهه لصالح الوطن والمواطن دون حجر على أحد. وأضاف برير أنه لا بد من إفشاء روح السلام والمحبة لمزيد من العمل والإنتاج،
ونوه لوعي الإنسان السوداني صاحب التغيير نحو الأفضل برغم الحالة المعيشية الصعبة، مشيدا بوعي الشباب وضرورة تهيئتهم لقيادة المرحلة المقبلة من عمر السودان. حجة بموروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا ليهن في كل ولايات السودان عشان نحيي فيها روح المحبة والعدالة والسلام، قصدا خدمة الإنسان السوداني في كل محلياته. الإنسان البسيط المعد للتعاون مع الآخرين اللي انهكته الظروف الاقتصادية، اللي انهكته مشاكل الحياة. الفكر السوداني مأخوذ من المجتمع السوداني نفسه بعاداته وبتقاليده. نحن بنحاول نصل للفكر السوداني المتعايش مع الجميع، الفكرة شو هو السلام اللي بيحتوي كل المشاكل السودانية. فرؤيتنا في إنه ننمي الشباب ونوجههم للمرحلة الجاية. مشاهدينا، في ختام نشرتنا المحلية نذكر بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يجدد حرص السودان على التعاون الأممي لتعزيز برامج التنمية الاجتماعية. رئيس المجلس السيادي يعود إلى البلاد بعد زيارة إلى روسيا وأذربيجان. قوات شرق أفريقيا إيساف تختتم دورة تخطيط المهام بالخرطوم. انتهت نشرتنا المحلية مشاهدينا، قدمناها مع زملائنا من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات تجدونها على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.